النهارده هعمل لكم حلو التيرمسو بالتوت والفستق. حلو التيرمسو ده يعني دايما بيعملوه اكتر او معروف اكتر بانه يتعمل بالقهوه والشوكولاته، فالنهارده غيرت شويه في المقادير وهنجربه بطريقه جديده بالفاكهه. تعالوا نشوف مقاديرنا ونبتدي فيه على طول. اول حاجه انا عندي 100 جرام شوكولاته بيضه، عندي 200 جرام توت احمر انا عاملاه بيوريه وحط عليه سكر، هنحط تاني دلوقتي عليه سكر، عندي 200 جرام فراوله متقطعه صغير، معلقتين كبار سكر بودره، 350 ملي كريمه حلويات، 250 جرام جبنه ماسكربوني، 50 جرام سكر ناعم، 175 جرام بسكوت صابويار، معلقه كبيره ميه مزهر، و75 جرام فستق مجروش خشن. طيب اول حاجه برضو علشان الدنيا ما تبقاش صعبه علينا، الجبنه الماسكربوني دي شبه جدا الجبنه الكريمه بتاعتنا، فلو احنا ما لقيناهاش ممكن جدا نعمل نفس الوصفه دي بجبنه كريمه. تاني حاجه برضو البسكوت الصابويار، البسكوت الصابويار ده بسكوت ايطالي بيمتاز ان هو من بره ناشف شويه من جوه طري جدا، فبرضو لو ما لقيناهوش ممكن نستخدم اي بسكوت بيمتص السوائل فيدي يعني ما يبقاش بسكوت ناشف قوي علشان يمتص السوائل اللي هنحطها عليه فتدي له الطعم الحلو. تعالوا نبتدي الاول مع بعض نوضب الطبقات بتاعه التيرمسو وبعدين نحطها على بعض في الاخر. اول حاجه انا عايزه اعملها ان انا البيوري بتاع التوت ده عايزه اضربه شويه مع السكر الابيض، وهو ده الصوص اللي مكان القهوة اللي هنسقسق فيه البسكوت. كده الصوص بتاعنا جاهز اللي هنسقسق فيه البسكوت. تعالوا بقى نعمل كمان الكريمة، هحط الجبنة الماسكربوني والسكر البودرة، وهزود شويه شويه بقى الكريمه عليهم. كده برضو الكريمه بتاعتي جاهزه، هنزود لها بس الشوكولاته السايحه. هجيب الشوكولاته السايحه وهنزلها على الكريمه بتاعتي. وبعدين هجيب الفراوله اللي انا مقطعها صغير وهضيفها برضو على خليط الكريمه، واخر حاجه هحطها شويه من الفستق اللي انا هحطه على وش التيرمسو. عايزه كمان شويه في قلب التيرمسو يكون فيه فستق في الكريمه. وكده طبقاتنا جاهزه، تعالوا بقى نبتدي نعمل التيرمسو مع بعض. ان انا هبتدي اسقسق البسكوت في الصوص بتاع الباريس، انا مش هسخنه لان هو اصلا الباريس فيها شويه نسبه حموضه هتخلي البسكوت على طول يدوب مش محتاج يسخن. وطبعا اكيد اكيد يستحسن ان احنا نعمل التيرمسو قبلها بيوم ونحطها في الثلاجه، بتمتزج بقى كل الحاجات مع بعض ويبقى طعمها احلى بكتير. طبعا نقدر نستخدم اي انواع فاكهه تعجبنا، بس انا فكرت ان الباريز لايقه مع الفراوله مع الفستق هيبقوا طعمهم قريب من بعض. هنحط طبقه من الكريمه وبعدين هنكرر تاني طبقة من البسكوت نفس القصة.